بالحقيقة فقيد الوطن الغالي اللي حسوا بين الناس سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي أو الدول العربية أو الصديقة، بالحقيقة يعني خسارة على الجميع. فمثل ما نعرف أن الشيخ خليفة بذل داخليا وخارجيا يديه البيضاء ممتدة في كل مكان وفضله على الجميع سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. فإنسان يحب للناس أكثر ما يحب لنفسه، يحس كأنه أبوه لأولاده، دائما يتكلم بلطف وبحنانه حق الناس، يعني يتكلمهم بطيب، يسألهم عن أحوالهم، شو تحتاجون ما تحتاجون، والحمد لله موفر كل شيء. يحسسك بشيء، يعني يقول لك يعني في المكان الفلاني مثلا في عائلة كذا كذا، أو يعني لازم نكون لهم مساعدة، لازم لهم تقدير، لازم كذا. وإذا سرنا يعني في المقانيص أو في الخارج، نفس الإحساس اللي يحس به في المواطن يحس به حق الشخص اللي عايش في الصحراء، يحس بنفس الإحساس. ما يحب حد يكون يعني زعلان، ما يحب حد يكون قاصر على شيء، يوفر كل شيء حق الناس. فالشيخ محمد على نفس المنهج تقريبا ماشي، فما يخلي حد محتاج ولا حد يوصله خبر عن أي شيء ويسكت عنه، لازم يتنبه له ويرسل للناس يقولون شو اللي صاير عنده كذا كذا. إذا شاف ناس منكوبين في الخارج تقول شوف كم المساعدات الخارجية اللي تروح عن طريق الشيخ محمد في كل أنحاء العالم. الشيخ محمد نفس المدرسة اللي تخرج منها الشيخ خليفة وتخرج منها الشيخ محمد، فالشيخ محمد أخذ من الشيخ خليفة كل المعاني الطيبة وكان عضيده في كل شيء، وكان يعني رأيه ورأي الشيخ خليفة تقريبا يتوحد في كل شيء يحتاجون إليه سواء على مستوى البلد أو المستوى الخارجي أو أي شيء يعني يهم البلدي. فبالحقيقة يعني الشيخ محمد مدرسة، روحه مدرسة يعني عامة، فهو أخذ من الشيخ زايد ومن الشيخ خليفة فكون قيادة رشيدة في هذا البلد سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.